قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. السلام عليكم خوتي، ما نطولش عليكم بارسكو جو فيان سورتيغ دو المركز الأمني فقط. سي اجراءات روتينيه برك الامن تاعهم كيما نقولوا حنا الامن الداخلي تاع سويسرا، يعني لانه على جنب شان الوقفه والاوتوريزاسيون، الاوتوريزاسيون عندي تاع الوقفه، وكذلك انا بمهمه اعلاميه ب هنا اليوم اوردر دو ميسيون اي تو كانت فيه يعني سماع على واش، وقلت باسكو الامر شويه امر روتيني يعني امني بالنسبة ليهم، فقط أريد أن أطمن الكل، هذا أمر روتيني بكل احترام، ما كان حتى مشكل عندي الـ 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 يعني فيريفا والكارت تبعي تاع 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 لابريس انترناسيونال وكل شيء، ما كان حتى مشكل باسكو لأنه هناك أخبار تقول بلي راهو تم اعتقال عاصم شاكرة، هذا أمر روتيني، جاو تعيطوا لي ركبت معاهم رحت، ما كنتش حاسب كنت حاسب يهضروا معايا تم، لكن رحت للمركز برك فيريفا والوثائق كاملة، تصريح بالوقفة اللي طولت شوية لأنه كانت ما كانوش ينتظروا بالكم الهائل اللي راهو جاي هذا، محييهم راهو اتصلت بالكابيني دافوكا تاع يوسف بعشا اللي محييه هو اللي تاخذ الإجراءات، لأنه كامل التصريحات دارهم كابيني يوسف بعشا اللي أحييه، نعم خاوتي، والتصريحات هذه سي بيونت يعني بالدراهم، يعني كي ديرها نص ساعة تخلص زي وكي ديرها ساعة تخلص زي، والكابيني تاع يوسف بعشا هو اللي يعني اللي متكلف بهذه الوقفه والتصريحات كامل، اذا لافوكان تاعو هو اللي كلمهم جاي كان جاي في الطريق كي شافوا الكارطه تاعي وباللي راني عندي اورد ميسيون، خاصه الامر بمهمه هذه تاع 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 التغطيه الاعلاميه، خلاص سي بون سمعوا كتبوا سي بون ما كان حتى مشكله، الوقفه كانت ناجحه جدا، صداها راهو الاعلام العالمي راهو يهز فيها وراكم تشوفوا، رسالة كانت واضحة جدا، أراي من هنا هذا المركز تاع الأمن الداخلي، هذا الأمن الداخلي تاع سويسرا. المهم نحيي كاع الجزائريين كاع الناس اللي جات، نقول لهم ما تخموش حنا رانا دي جلادياتور واحد ما يخوفنا، قادرين على شقانا وما كان حتى مشكل، وحنا نمشيو مع القانون وبالقانون، وهكذا ونفس الشيء مع الماتش تاع الجزائر بالقانون نديوه وبالقانون نجيبوه حل ولا قوة، وأحيي كل الجزائريين اللي جاوا، هشام جماعة عبد الله كامل كامل، اختي صوفيا طوطو خوبا زوكا جماعة تاع ليون اللي جاو، خاصة جماعة ميلوز العلامة الكاملة، وجماعة تانيك تاع اللي جاو من هنايا تاع بازل والمانيا وكل شيء، احييهم سامحوني الغالب الامن الداني ما قدرتش نقعد معاكم بزاف، لكن دوك نزيدو نعاودو واحدة أخرى أكثر من هذه تاع اليوم، وأكرر الشكر للمحامي تاع المكتب محاماة يوسف بعجة اللي راهو تم رعد يعني السرعة في الأداء، وشكرا أخونا يوسف بعجة على كل شيء اللي راهو يدير فيه، هو اللي سهل لنا كل شيء هنايا في الوقفة، لأنه التصريحات صعبة جدا في سويسرا وتخلص يعني بالساعة تخلص، وراك تشوف دوك نعتلكم سامحوني، هذه هي دوك ننشرها لكم، هذه هي تاع التصريح، وهو بالوقت يخلصوا الدراهم، يعني حتى كي الشرطة كي يجيبوا 20 شرطي زي 100 شرطي زي زادوا يزون طلبوا دي رونفور صافي دير زادوا زودوا لا فاكتور، اسمح لنا خويا انا يوسف في خاطر البلاد، معليش على بالي انت ما تهضرش في خاطر الالجيري والشعب الجزائري يستاهل كل خير، وان شاء الله ربي يفرح خاوتنا الجزائريين، وباذن الله رساله هذه لاي واحد وباش يشوف اللي راهو الجزائري ما يطلقش حقه ومازال كاين جديد، وباذن الله لو 12 نفرحوا كامل ويفرحوا كاع الجزائريين، اعدكم باننا سنفرح باذن الله، والناس المرضى ندعيو لهم وهذوك الجاليه ندعيو لهم بربي يجيب لهم الشفاء، هذا ما كان. السلام عليكم خاوتي، وما كان حتى والو، دوك نعيط لكم وسامحوني يا كامل. Yeah.
بيان سور لو دوس نفرحهم ونفرحوا كاع لي سوار كان 100% باذن الله 100% طيب شك عندو فيها فوطو دقيقه برك خالتي دقيقه برك كله صح حمام مسخوطين صح حمام مسخوطين من الصباح انا ندير لك سلم على الشيء هذا هيا سامر هيا داكور روبلوها لي صاجري روبلوها روبلا زوري انت بلاد حبيبنا حبيبنا واحد حوس شكرا شكرا واحد حوس اسمع نديرو الديسكور تاع الخرايا باردون وي وي خويا دقيقه هاي خو اروح منا اروح منا هاي وي عارف خويا فك لي ساجيري دون لا بلا جوستيس عارف سيلفي 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 ميرسي سيلفي الله يوفقك يعطيك الصحه عارف 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 وي قول عاود زيد الكلمه جوست ا بيتي discours, le petit discours et le dernier discours. Les Algériens sont venus de partout, d'Angleterre, d'Allemagne, Stockholm, partout. C'est juste pour un message. L'Algérien, c'est pas quelqu'un qui lâche. Voilà, on s'est fait voler notre victoire par un arbitre et Eto, des gens qui font de la corruption par un pot de vin, confirmé par toute la presse du monde. Franchement, c'est une honte pour la CAF et honte pour Gassama et honte pour Eto. Et là, le dernier mot, je le dis, l'Algérien, il est très civilisé. On est là, regardez, est même là, les Suisses, là, devant la FIFA, on est en train de lancer un appel aux hautes autorités de la FIFA. Franchement, on mérite, et même, on lâche pas du tout. Arrêtez d'essayer avec nous parce qu'on lâche pas, on lâche pas. Et on rentre pas dans les détails. Parce que ça va éclater. Moi je vous le dis. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجم وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.